أيوة. وبالتالي سيمبا مباراة سيمبا امبارح انا شايف انها مباراة عادية جدا تحصيل حاصل كان ممكن اشارك اشرك خمس ست لاعبين من اللاعبين اللي هقدر اجهزهم للمرحلة اللي جاية مم. لان النهارده عندي كم اصابات لمجموعة من اللاعبين الاساسيين في النادي الاهلي فرقت جدا وبتفرق جدا في الاداء كمان يعني مش بس في النتائج لا بتفرق كمان في الاداء المريخ السوداني انت اتكلمت عن المريخ مباراه المريخ هناك مباراه ارعبت جمهور جمهور النادي الاهلي في كل الوطن العربي مم. ليه؟ الاداء سيء النتيجه كانت سيئه جدا قبل نهايه المباراه وبالتالي الناس ابتدت تتخوف ان ممكن في المرحله اللي جايه لا النادي الاهلي ممكن يعاني بشكل كبير كان لابد من تجهيز اللاعبين علشان يكون عندي البدائل الجيده طريقه اللعب مش هتكلم عن طريقه اللعب ولكن لابد ان يكون هناك شكل شويه للنادي الاهلي موسيماني حقق المطلوب منه يمكن في 31 مباراه النهارده في 6 شهور 23 فوز 6 تعادلات وخسارتين والحقيقه الست تعادلات والخسارتين ما اثروش في 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 تحقيق الانجاز المطلوب او تحقيق المطلوب من النتائج من الجهاز الفني وبالتالي انت حققت كل المطلوب منك الفترات اللي فاتت صحيح الناس متعطشه جدا للاداء وده حق جماهير النادي الاهلي على اي جهاز فني موجود مش هنتكلم على الفترات اللي فاتت ومن تولوا او تولوا على الفريق ولكن موسيماني قادر انه يحقق ده مع النادي الاهلي لان القماشه اللي موجوده جيده محتاجين تدعيم في بعض المراكز ولكن محتاجين يكون عندنا شكل شويه علشان جمهور النادي الاهلي يطمن بشكل كبير في المباريات اللي جايه طيب وبالتالي قلنا الارهاق أيوة. آه تجهيز اللاعبين البدلاء وده مهم جدا جدا الفتره اللي جايه القماشه ماتش النصر في في كنت لسه بتكلم على ماتش النصر وفي اغلب الاحوال اعتقد انه <applause> هيبقى فرصه انك يعني انا, أنا بالنسبه لي مباراه أي. النصر اهم من سيمبا. لان مم. مباراة سيمبا تحصيل حاصل أوه. مباراة النصر ممكن تعطلك تخرج من الكاس ممكن يعني متحققش النتيجة وارد خلي بالك مباراة الكاس صحيح النادي الاهلي آه وبيتنا كبير جدا جدا ولكن مباراة كاس غير مضمونة تماما حتى لو بتلعب فريق درجة ثالثة ورابعة ده بنشوف كل الدنيا آه آه وبالتالي كان ممكن تجهز بعض اللاعبين المباراة دي والمباراة اللي جاية زي ما تفضلت وقلت عشان يكون عندي بداية الفترة اللي جايه خلي بالك عندنا خمس او ست لاعبين مرهقين بشكل كبير جدا جدا الفترة دي أوه. وكنت مبسوط جدا ان رامي ربيع امبارح ابتدى يشارك وابتدى مستوى يعود مره تانية جدا جدا يمكن اهم مكاسب امبارح رامي ربيع بيكم الحمد لله ادى بشكل ويس. مميز جدا كنت اتمنى انه 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 اكرم توفيق على والنصر فكرة بيحسب, بيحسب وإنه كمان للاسمين اللي انت قلتهم ان هم بعاد بقالهم فتره بره 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 الملعب كانوا من افضل اللاعبين الموجودين كانوا من اه أو اول مشاركه او عوده ليهم يقدموا هي دي طبيعه لاعب النادي يعني الاهلي انه لما بديله هو هو دايما بيحاول يجهز اثناء حتى اثناء التدريبات او المباريات الوديه لما بياخد مباراه واثنين وثلاثه ممكن يعود مره ثانيه يبقى عندك بدل البديل اثنين وتلاتة ودي مهمه جدا جدا محرجة يا احمد وبيتهيالي كمان ان اللي بعيد ده يبقى جعان كوره شويه كابتن اشرف جدا يعني جداً. اللي بره الصوره عايز يخش في الصوره باي شكل من الاشكال ف... ف... فمع اول فرصه انت بتديها له يعني يشبع رغباته اولا ويحقق نفسه طبعاً. و... طبعا تتوقع انه ده يبقى سيناريو النصر؟ مباراه النصر يعني اللي جاي اه ولا ولا برضو مستر موسيماني يعني مش عارف الحقيقه ولكن اتمنى يعني هو ده اللي انا بقولك عليه احنا آه. هو طبعا التقييم احنا ما ينفعش نقيم ولكن احنا بنقول وجهه نظرنا مباراه النصر ممكن تشارك فيها اربع خمس لاعبين ممكن يجهزوا الفتره اللي جايه لانه قوام النادي الاهلي ال11 لاعب او ال12 13 لاعب اللي بتلعب بيهم بس هيعمل لنا مشكله كبيره جدا جدا بعد كده خاصه م. ضغط المباريات الكبير جدا على النادي الاهلي الفتره طيب. الجايه